عايز احكي لك عن المودز بتاعت السويتش. مش حاجه صعبه، حاجه سهله يعني. لا 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 وهو كل اللي انا كنت شرحه ده، كل شرح اللي شرحه ده ان السويتش بتاعك سيمبل. مش معنى هو اصلا اي سويتش شغال في تي بي هو ده الديفولت مود. ما معنى كلمه مود؟ طيب ان في الاخر السويتش تقدر تختار له انواع تايبس. طيب في اوبشن تاني؟ اه في اوبشن تاني، انك ممكن تخلي السويتش بتاعك في تي بي لاين، ده مش ديفولت. طب ما تحب تخلي السويتش بتاعك كلاينت، ده مش ديفولت، لازم تعمله كوماند. التالي في تي بي ترانسبيرنت، وده برضه مش ديفولت. والنوع الرابع سهل جدا، انك تخلي الفي تي بي اوف. اوف افصل الفي تي بي، اخلي الفي تي بي تلغي. يعني ايام زمان ما كانش فيه الاوبشن دوت، بيقول لك لو انت عايز تلغي الفي تي بي شغله ترانسبيرنت. بس لو ان ترانسبيرنت ممكن يعدي رسائل، ممكن يمنع حاجات. في تي بي اوف معناها السويتش مش شغال في تي بي، اي رساله في تي بي لا ياخدها لي ولا يسلمها للي بعديه. بمعنى لو حكيت لك عن دول وحكيت لك عن ترانسبيرنت هيوضح لك الفرق ما بين ترانسبيرنت واوف. اختصار بص، مش قلت لك دقيقه ونص؟ فات قد ايه نص؟ دقيقه بقى. ان الفي تي بي سيرفر كان الفي تي بي سيرفر كان بي بي بلاك اند بلاي. برافو عليك. في تي بي كلاينت كان بي اون. صح. والفي تي بي ترانسبيرنت موديفاي بس مش عارف كان كان بي اونلي. والفي تي بي اوف دروب الفي تي بي مسج. سهل. صناعة في بي اختصر ليك، بي اختصر ليك، سهل جدا. الفي تي بي سيرفر كان بروباجيت في تي بي مسجز. من اخر يعني ايه كلمه بروباجيت؟ كان سورس الفي تي بي مسجز. الفي تي بي سيرفر يقدر ان هو تكتب له كونفجريشن ويقدر يجنريت بيها في تي بي مسجز. فمقصود بكلمه بروباجيت في تي بي مسجز يكون سورس الفي تي بي مسجز، يعني يقدر يجنريت في تي بي مسجز. وازاي يقدر يجنريت الفي تي بي مسج؟ بأوامرك انت يا باشا، انت تقول له في لان جديده فيبدا يروح على جنريشن لفي تي بي مسج ويبدا ينشر. فمعنى كلمه البي الاولى بروباجيت المسج، ينشر المسج، يبعت مسج، جنريت مسج، سورس مسج. طب والبي الثانيه كان بروسيس. يعني ايه كان بروسيس؟ كان بروسيس من الاخر يعني كان ريسيف في تي بي مسج from other server. وكان الكلام ده واضح في الرسمه اللي فاتت. الرسمه اللي فاتت كانت الاثنين سيرفر، ده بيكونفيجر وبي جنريت، والتاني كان بيعمل ايه؟ كان بيبروسس. بمعنى ايه بيبروسس؟ يقدر يستقبل عادي ويقدر ان هو يعمل موديفيكيشن او يقدر يعمل اوفر رايت للفيلان داتابيز. فمعنى كلمه بروسس هو يقدر يستقبل الفي تي بي مسج ويقدر ان هو يحط المسجز دي بديله للفيلان داتابيز الموجوده. يعني ينفع سيرفر ياخد معلومه من سيرفر، ينفع تخلي كل شغلتك سيرفرات.
يعني انا شايف ان هو اسهل اصلا من جي بي تي، يعني تسيب كله سيرفر اللي عايز يتعب نفسه هو اللي يقعد يخليهم كلاين ولا يخليهم ترانسبيرنت. يعني انا كنت بلاقي نفسي من الكونفيجريشن مش هقدر اقعد اخليهم كلاينت وترانسبيرنت وجع دماغ، بس هي برده ساعات كانت بتبقى يعني كاستمر ريكويرمنت، بعض العملاء طلبوا الطلبات دي فواحد ساس كده طب نخترع لهم الاوبشنز دي. فتاني كده في تي بي سيرفر كان بروباجيت اند كان بروسيس وبيسيف الفي لان دوت ذات ان فلاش ويسيب المعلومات دي في الفلاش. يعني لو طفيت السويتش وشغلته تاني هيفضل بنفس الفيلانات بنفس الريفيجن نمبر بتاعه. طب توقعاتك بقى كلاينت هيطلع ايه بتاع السويتش ايه؟ مش قول انا بسالك سؤال تروح جيب لي سؤال تاني يا جدع. اه هاي ريفيجن نمبر طبعا شروط ان انا استقبل بيها نفس الدومين نفس الباسورد اعلى ريفيجن نمبر، ريفيجن نمبر اعلى. طيب البي دي اللي هي بروباجيت ولا بروسيس؟ بروسيس اونلي. يعني ايه بروسيس اونلي؟ ال في تي بي كلاينت، كلاينت لو جيت كتبت له كده انا داخل على كلاينت قلت له في تي بي سوبر قلت له في لان 7 راح مطلع لك كده مسج يقول لك ايرور انا كلاينت ما اقدرش ان انا اضيف في لان. اشمعنى؟ الكلاينت ما ياخدش اوامر بايديك. مين اللي يقدر ياخد اوامر من اكسل؟ اما الكلاينت ما ياخدش ابدا اي اوامر بايديك فيطلع لك ايرور يقول لك كان نوت اد الفيلان. ليه كان نوت اد الفيلان؟ من الاخر اي ام كلاينت مش عارف ازاي حاول عشان مش ينفع يزحها اصلا. صح. طيب ما يعني ايه بقى كلمه بروسيس؟ كلمه بروسيس معناها ان هو يقدر يسيب المسجز اونلي يسيب بس من مين؟ من في تي بي سيرفر. يعني في الاخر انت لو عندك واحد سيرفر والباقي كل كلاينتس السيرفر انت كونفيجر عليه والكلاينتات هيسمعوا منه. في نقطه بس في الكلاينت، الكلاينت سيف الفي لان دوت في الرامات نوت ان فلاش. بمعنى ايه الميزه اللي ممكن يكون فيها الكلاينت اللي انت ممكن يدخل كلاينت؟ فان كان ريكويرمنت من 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 احد الكاستمر سيستم اللي احنا عايزين السويتش بتاعنا لما نطفيه يمسح البيانات خالص. طب عشان نخلي السويتش لما تطفيه يمسح البيانات خالص ما كانش ينفع يبقى سيرفر، خليه كلاينت. بس سويتش الكلاينت لما تيجي تعمل شوف فلاش مش هتلاقي له فيلان دوت نت. هم الفيلان دوت نت موجوده فين؟ بس في الرامات. طفيت السويتش البيانات اتضفلطت. فمست كلاينت ان مجرد ما يطفي ويتاخد من شبكه لشبكه من فرع لفرع انسى خالص كل الكونفجريشن ليها علاقه بالفيلانات. فيمكن ده احد الاسباب اللي في الناس بتشتغل بيها مثلا سويتش بتاع كلاينت. يعني في ناس تقول لك انا هشغل واحد بس سيرفر والباقي كله كلاينتات. بس لو جيت ساعتها تكونفجر من اي سويتش من كلاينتات مش هيرضى. بس ميزتها في ايه؟ انك مخلي السويتش واحد بس اللي هو السيرفر واحد بس هو اللي يسيطر بالكونفجريشن بتاعته جايز عشان خاطر ايه؟ ميستيكس، محدش يلعب في السويتش ويبوظ لك حاجه في الفيلانات عشان خاطر فعلا حد لو غير الفيلانات بالخطا ممكن يدمر لك الشبكه كلها، يمسح لك فيلانيه يوقع لك الدنيا كلها، ممكن مسح فيلانيه خلاك الفويس يضيع، الفيديو يضيع، يعني خلاك ترافيك تايب يضيع خالص، تيم تاني كامل يعني ينتهي من اللام بتاعته. طيب وخلي السويتش ازاي يكون كلاينت؟ لو حابب تخلي السويتش كلاينت سهل. في تي بي مود كلاينت. طب ايه الاوبشنز الثانيه؟ سيرفر ده ديفولت ما تحتاجش تكتبه. ترانسبيرنت او اوف باي بوس. الله اكبر. تفكر منين؟ من سي سي مين؟ ياه ده مرتشي في كورس واحد في سي سي دي لو كان بعد الثوره بس قديمه بس يا ده يا باشا افتكر زمان كنت بعد الثوره برضه. لا قبل الثوره. قبل الثوره. انا متاكد بس فعلا الفي تي بي ترانسفيرنت بيعمل ايه؟ كان باي باس. يعني ايه باي باس؟ كلمه باي باس معناها هو ترانسفير. باي باس معناها كده ان الترانسفير تجي له في تي بي مسجز بيمررها بس مش يعملها دروب. ما الفرق ما بين الاوف والترانسفيرنت؟ الاوف هيدروب. اما الفي تي بي مسج لو عدت على ترانسفيرنت ترانسفيرنت بيقول ايه؟ بيقول لو انا مش هستفاد منها بيقول لك لو انا مش هستفاد منها جايز اللي بعد يستفاد منها. يعني انا مش مستفاد بس جايز اللي بعد يستفاد. يعني انا ترانسفيرنت مش مستفاد بس جايز اللي بعدي سيرفر، جايز اللي بعدي كلاينت، جايز اللي بعدي يستفاد. وهقول لك برضو احد الكيسز اللي عشان خاطرها بالذات اتعمل موضوع الترانسفيرنت ده. بس السؤال بقى اللي بيطرح نفسه كده ترانسفيرنت مش هيبقى عنده اي جرانات. جيل جرام كام؟ طيب انا لو عايز يبقى عليه فيلانات اعملها ازاي؟ اونلي مانيوالي كونفيجر ويز فيلانز اند ويل نيفر بروباجيتد. يعني السيرفر الترانسبيرنت هيعمل ايه لو عايز تزود انت فيلانات
ممكن مانيوال يبقى زي الغالبيات بس عمره ما هيديها لحد، ودايما هيفضل الريفيجن نمبر بتاعه صفر، دايما الريفيجن نمبر بتاعه صفر، يعني عمره ما هيزود الريفيجن نمبر، عمره ما هيأثر ولا عمره هيتأثر بأي فيلانس. يمكن الكيس اللي عشان خاطر انا هعمله ترانسبيرنت، كان مره كده كيس سويتش جروب وصل كله على كاميرات مراقبه، يعني السويتش ده كان وصل على كل كاميرات المراقبه، وكانوا عايزين السويتش ده يبقى عارف الفيلان بتاع الكاميرات المراقبه، يعني كاميرات المراقبه ليها فيلانات، ومش عايزين الفيلانات دي حد تاني يسمع عنها ابدا، يعني مش عايزين اي سويتش تاني كان يسمع عنها ابدا. فتاني سويتش وصل على كاميرات مراقبه، والفيلان كانت فيلان مثلا 70 بتاع كاميرات المراقبه، مين السويتش الوحيد اللي كان يهمه الفيلانات دي؟ اللي وصل على الكاميرات، واللي وصل على حاجه اسمها الاي بي دي في ار، انا وصل على جهاز جهاز الريكوردنج، بس اي كمبيوتر مش عايزينه يوصل الفيلانات دي، اي جهاز مش عايز يوصل الفيلانات دي، فعشان خاطر يمنعوا اي سويتش تاني يعرف عن الفيلانات دي ما عملوها على السويتش ده وخلوه ترانسبيرنت، ولو هو ترانسبيرنت مش هيحكي عن الفيلانات 70. طب ما حكاش عن الفيلانات 70، فكر معايا بقى في سويتشات ما عرفتش عن الفيلانات 70، كل ما يجي داتا من الكمبيوتر مثلا عايز يوصل لفيلان 70 اللي هيحصل عمر ما هيقدر، هيحصل له كان ساعتها الراجل اللي قاعد بيراقب بقى بيراقب من فيلان 70، يعني كانت الكيس اللي حصلت فيها ان ليه اخترعوا ترانسفير سويتش، اخترعوا عشان فعلا سبيشال كيس فيلان معينه مش عايز حد يوصل لها، بس عايز على السويتش، السويتش ده وصل على الشبكه، ما هو وصل على الشبكه مش عايز ينشر المعلومه بتاعت الفيلان دي، ففور سيفتي عشان اخبي على فيلاناتي عملوا ترانسفير وكونفجر عليه فيلاناتي مش هيحكي لحد، هيفضل لا يتاثر ولا بيتاثر بدايه التبريز، اللي عنده استفسارات يقول واللي عايز يروح باي باس. لا باي باس بياخد نسخه ليه ويدي نسخه لبعديه، مش هياخد نسخه للفيديو نسخه ليه ويدي نسخه لبعديه، باي باس معناه انه ما بيبصش فيها خالص، واللي بعديه ياخد نسخه ليه ويدي نسخه لبعديه.